قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المسار الذي سلكته الدولة على مدار 25 عاما كان جيدا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هذا المسار أفضل من ذلك. أضاف الرئيس السيسي خلال كلماته في افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية أن مصر عملت على الاستفادة من موقعها الجغرافي المتواجد على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية. المسار اللي احنا مشينا بيه 25 سنة كان مسار جيد، لكن في كمان حاجات ممكن تبقى أكتر من كده. اتنين، إذا كنا عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللي هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، بيشيل 12-13% من التجارة بتعدي من قدام مننا. طب أنا بعمل إيه؟ قاعد بقالي كتير سنين كتير أتفرج على ده وساكت. وأنا ما أقصدش باللي أنا بقوله ده إن أنا يعني أتهم أي حد. لا 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 والله. لكن لما جت الفرصة بن إيه؟ نعملها. بنعملها.